كابتن سامي الشيشيني مدرب الجونه يبدو انه حابب يقول حاجه. كابتن سامي مساء الانوار. مدحت زي صحتك يا اهلا وسهلا زي صحتك ربنا يخليك كابتن سامي. والله بس انا برد على حضرتك في القناه كان في بس ناس اصحابي كلموني انا ما اتفرجتش على البرنامج كان على مودرن كوره. نعم اخبار مودرن ان كابتن ابراهيم حسن طلع وقال ان ما فيش تفاوض مع سامي الشيشيني والخبر هو نزله او الكلام ده كله. انا بنفي ان في تفاوض اصلا من نادي الزمالك. وبعدين عايز ابلغه حاجه للكابتن ابراهيم، انا ما برجعش بظهري لورا. انا كنت مدرب نادي الزمالك فتره من فترات مدرب عام، وكنت مدرب في نادي الجونه مدرب عام، فانا مش هشتغل في جهاز المفروض انا مش هشتغل مع جهاز هستفاد منه او هيبقى ليا بصمع او ليا اي حاجه فيه. انا مش هشتغل ثالث في نادي الزمالك، وانا بنفسي بنفي الخبر، وبس هو ما يطلعش ويقول ان الخبر انا منزله او الخبر. انا ما اعرفش حاجه عن الخبر ده، بس انا حبيت ان انا اصر عند حضرتك في البرنامج ان محدش في نادي الزمالك اتكلم معايا او فوضني، وانت عارف انا بحترم نادي الزمالك، بس لازم اخش نادي الزمالك كبير مش اخش نادي الزمالك صغير او ارجع بظهري خطوات لورا. انا عايز اطلع خطوات لقدام، بس انا حبيت اقول الحاجات دي في برنامجكم لان اللي حصل واتقالت الف برنامج برنامج تبع قناه برضو قناه من قنوات مودرن. نعم. انا حبيت اصرح واقول انا ما برجعش بظهري لورا لكابتن متر. يعني تقصد انت كنت مدرب عام في الجونه فمش هترجع مدرب مساعد؟ لا، وفي نادي الزمالك اصلا لما طلع لي قرار ان انا امسك مع دو كاستال انا كنت مدرب عام، وانا اسال مجلس اداره كنت بحارب عشان اجيب الكابتن محمود سعد يبقى معايا عشان يساعد معانا في الفرقه، والحمد لله عدينا المرحله دي. فانا مش هرجع بظهري ورا وابقى ثالث، وبقول للكابتن ابراهيم انا مش هرجع بظهر لورا، وانا بنفذ زي ما حضرتك بتقول، لكن الشيشين ما بنزلش اخبار لان انا اكبر من كده واكبر من اي حاجه ثانيه. فانا بس حبيت اقول لحضرتك على الكلام ده بس. لا، رساله وصلت يا كابتن سامي، ويعني دايما بالتوفيق ان شاء الله. شكرا كابتن. اشكرك كابتن سامي، شكرا جزيلا. يعني بمناسبه الجونه بس.